هي أن الحدود تتسكر. النظام العسكري الجزائري متورط في تقسيم المغرب العربي. هاني باش نجاوب. قل. أو نفرق الرومانة. فلا. النظام العسكري قلب النظام المدني في الجزائر وخدا الحكم وحكم معناها في الشعب الجزائري وفك منه حقوقه وثروته وفك من تونس حقها في صحراء تونس وقاعد يسعى باش ينتزع من المملكة المغربية حقها في الصحراء المغربية. والحكم العسكري هدايا ظلم أكثر من ظلم الإنسان الجزائري إلى حد أن خروج عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم كان قام به الشعب الجزائري نفسه بفضل الحراك الجزائري. يعني الحراك الجزائري حركة ديمقراطية قاعدية تخلصت من نظام عسكري حكم الجزائر ظلما معناها وانتزع منها سيادتها وثرواتها وظلم بها الإنسان الجزائري والإنسان التونسي والإنسان المغربي. فهمت؟ حكم العسكري حتى تخلصت منه الشعوب المغاربية الكل بفضل الحراك الجزائري وتخلصنا وقلنا الحمد لله ارتحنا من الحكم العسكري اللي في جوارنا واللي ضرنا وضر الجزائر. الحكم الحالي اليوم في الجزائر كيفاش بالهيمنة على جيرانه بحيث معنا استبشرنا بنهاية الحكم العسكري في الجزائر. وشنية مؤاخذتنا احنا عند على الحكم الجزائري الحكم العسكري في الجزائر؟ أن تونس عندها حق في صحرائها والوثائق الدولية تشهد بهذا. سعينا إلى استعادة حقنا في الصحراء التونسية مع الحكومة الفرنسية. رفضت الحكومة الفرنسية قبل شارل دوغال ورفضت في عهد شارل دوغال. وأثرنا الموضوع مع الحكومة المؤقتة الجزائرية اللي كانت مستقرة في تونس وتقاوم في الاستعمار انطلاقا من تونس وغير تونس طبعا. ووعدونا الحكومة الجزائرية المؤقتة الذاب وعدتنا وأن بمجرد ما تكسب الجزائر استقلالها وسيادتها فإنها تفض القضية متاع المطالبة التونسية بصحرائها. وفرحات عباس وقع نفس الشيء بتوقيع في بيان مشترك مع الحسن الثاني في جويلية 61. هذا معروف. فلما الحكم العسكري قضى على النظام المدني وجاء بن بلة سعى وقتها حبيب بورقيبة باش يفض القضية تحق تونس في الصحراء الجزائرية مع أحمد بن بلة. وافقوا أحمد بن بلة ما نقولش نفذ الموافقة لكن كان متفاهم للمواقف وشاهد على هذا جمال عبد الناصر. وجمال عبد الناصر مرتين يحضر على لقاء ما بين حبيب بورقيبة وأحمد بن بلة ويحث الاثنين باش يقول لهم بربي ما تخليوش نزاع تاع حدود بيناتكم. يلزم المغرب العربي يتغلب على القضية هذية معناها واسرعوا في العملية هذه. وإذا بالحكم العسكري في الجزائر ينقلب على رئيسه بن بلة ويقضي عليه وأول ملف تقبله وزير الخارجية الجديد متاع الانقلاب الذاتي داخل الحكم العسكري الجزائري أول ملف خذاه هو ملف الحدود التونسية يعني حق تونس في صحرائها لكن سلبونا من حقنا في صحرائنا. وبعد ما سلبونا من حقنا في صحرائنا تلفتوا معناها بعد ما انتهوا من قضية الشرق متاعهم تلفتوا للغرب متاعهم ويحبوا يسلبوا المملكة المغربية من صحرائها ويحبوا يجزئوا المغرب الكبير إلى دويلات. بالنسبة لي بحيث يحبوا يأبدوا
الحدود الاستعمارية اللي الشعوب المغاربية ما عندها فيها حتى دخل. وحق المملكة المغربية العرش العلوي ما تنزلش فيه، حق تونس في الصحراء تنازل فيه لحبيب بورقيبة، واعتقادي أنه التنازل الوحيد اللي قبله في حياته، وأنا مانيش راضي على هذا. والوقت مفتوح، ويجي وقت اللي تونس تستعيد حقها في الصحراء التونسية. واللي يلعبوا بالنار شكون؟ شكون شهر الحرب على المغرب؟ مع الجزائر. يعني النظام العسكري الجزائري، لكن الانقلاب نتاع الجزائر على تونس وعلى المغرب، اللي احنا افتكوا منا مئات الكيلومترات من الصحراء، فهمت، اللي رضخلها حبيب بورقيبة، حسن الثاني ما رضخش، وحقه أنه ما يرضخش، شهروا عليه الحرب. ولليوم الحرب قائمة، والحرب ما هوش هو وحده معناها شادت فيها، احنا تونس كذلك ضحينا بالصحراء. والهجوم الوحيد اللي نزل علينا بعد الاستعمار هو العدوان على قفصة. يعني حرب ضد تونس وحرب ضد المغرب معنى من طرف النظام العسكري الجزائري. لكن النظام العسكري الجزائري كلنا نعانيه منه بما فيه الجزائريين. عشرة كعبات دران تحطهم يدوروا على الحدود، مش معقول ما تحطش زوز هليكوبترات يدوروا على الحدود. مش معقول الحدود مسيبة والناس داخلة كل يوم هاو 50 هاو 100 هاو 200، الله أعلم قداش داخلين. أنا ما نعرفش من تواطؤ سيناريو من منهج ما جوسي باكو. أنا اللي ما نفهموش هو كيفاش ما تجمش أنت كمؤسسة عسكرية ولا كمؤسسة ديوانية ولا كمؤسسة أمنية ما تجمش تسكر الحدود متاعك. مش كل يوم داخلين أفواج كيكا ويمشيوا من الحدود، يوصلوا حتى لصفاقس، ويوصلوا حتى ما نعرفش شنو، ما يكلمهم حد وما يشدهم حد. الخبر موجود حتى ولم تعلن عنه هاتين الصحيفتين الجزائريتين في هذا التوقيت. والخبر موجود من زمان، والمخططات موجودة من زمان، سواء تم الإعلان عنها أو لم يعلن عنها إعلاميا. المدة ضحك الخوت، الإعلام الجزائري تستاهو وخرج لهم العقال وتصدموا بسبب هذا الشيء اللي وقع عليهم في تونس. الشعب التونسية خرجوا في مظاهرات عاجلة وخطيرة في جميع شوارع تونس باش أنهم يطلبوا من النظام الحاكم في تونس باش أنه يقطع العلاقات مع الجزائر، أي يقطع العلاقات مع النظام العسكري الجزائري الفاسد اللي اعتبروه بأنه تسبب لهم في الفقر والمشاكل في تونس، وتسبب لهم في الفقر الشديد للشعب التونسي. لهذا خرجوا بزاف ديال التوانسة والشعب التونسي اليوم في مظاهرات خطيرة في جميع شوارع وأنحاء تونس باش أنهم يطالبوا رسميا ونهائيا بقطع العلاقات مع النظام العسكري الجزائري الفاسد، وطالبوا أيضا باش أنه يتم غلق الحدود في أسرع وقت مع الجزائر. بغيتكم كاملين تزلزلوا هذا الفيديو باللايكات.